فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التعامل مع أهل البدع في أمور البيع والشراء في أمور الدنيا؟ لا بأس بذلك، البدعة ما تدخل في المعاملات، لما أباح الله البيع والشراء. حتى الكفار، الكفار من تبيع وتشري منهم؟ بلى تبيع وتشري منهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.